بالنسبة لمباراة القمة والأهلي والزمالك، يعني طبعا مباراة معروفة ان هي ملهاش مقاييس، ما تقدرش تقول مين الأفضل أو الأحسن إلا في اللقاء من خلال تركيز اللعيبة الذهني والنفسي، بيحدد مين الفريق الأفضل في المباراة. ولكن طبعا كل الأمنيات للنادي الأهلي ان هو يفوز باللقاء. النادي الأهلي ممكن يكون معنويا أعلى لأنه لعب مباراتين في أفريقيا، أدى مباراتين جيدين جدا، قدر أنه يجيب 6 أهداف في المباراتين عن الزمالك اللي كسب اللقاءين بصعوبة شوية مع فريق الشرطة الكيني. فبالتالي يعني نقول فنيا أو معنويا النادي الأهلي أجهز، ولكن زي ما أنا قلت لك المباراة لا تعترف غير في باللعيبة اللي هي حالة اللعيبة النفسية وتجهيز اللعيبة المباراة. فمباراة يعني أتمنى أن هي تكون مباراة إيجابية وفيها كرة تمتع الجماهير. والله يعني أنا دايما بقول اللي هم المهاجمين، ممكن رامي ربيعة الفترة الأخيرة كرة الثابتة مميز فيها، متقمش محمد عبد المنعم، بل إن شاء الله رامي عنده خبرات كمان أكبر، حسين الشحات، بيرستاو من النادي الأهلي، ووسام أبو علي، دول اللي هيبقوا الخطورة. من نادي الزمالك طبعا زيزو، ممكن ناصر ماهر، يعني عبد الله في الكور الثابته، ممكن يكون هم دول حلول نادي الزمالك في المباراه. طبعا توقعات القمه زي ما احنا عارفين ان القمه بعيده تماما عن اي توقعات، سواء النادي الاهلي فرصه انها اكبر او نادي الزمالك فرصه اكبر، لكن احنا على مدى السنوات يعني من ساعة ما كنا لعيبة وقبل ما كنا برضو من زمان قوي، ان ماتش اهلي وزمالك ياما ان احنا كنا اقرب ان احنا نكسب النادي الاهلي ونزلنا خسرنا، والنادي الاهلي كان اقرب ان هو يكسب نادي الزمالك ونزل وخسر. المباراة مباراة قمة حقيقية في اجواء طبعا كبيرة جدا في السعودية، وهتلاقي تواجد جماهيري كبير جدا. طبعا انا بتكلم على فرص الاهلي والزمالك، الاهلي نظريا فرصه اكبر، ولكن انا شايف ان نادي الزمالك برضو بانضمام بعض اللعيبة هيبقى فرصه كبيرة في المباراة. احنا عرفنا ان نادي الزمالك اخر مباراتين يمكن شوية الاداء ما كانش مطمئن بالنسبة للجمهور، ولكن انا عن نفسي عن قناعتي يعني الشخصية انا بقول المباراة صعبة جدا، المباراة ممكن تخلص ضربات جزاء، ده توقعي انا شخصيا. اتمنى طبعا انها تظهر بالمظهر اللائق بين قطبي الكرة المصرية وبين بطلي بطولة افريقيا والكونفدرالية. طبعا في تواجد جماهيري كبير، ان شاء الله تبقى مباراة ممتعة جماهيريا، واتمنى فوز نادي الزمالك ان شاء الله. يعني اتوقع من النادي الاهلي، النادي الاهلي يعني حسين الشحات بقاله فترة كويس، اتوقع الزمالك يعني ناصر ماهر.